احترامي ليك سيدنا. اسمع. احترامي ليك. هذا مصري. اسمع ايش قال. اسمع. لو ما ك... لو انا شايفك دلوقتي يا جلاله الملك السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. جئنا انتم يا كراغلة، اشتقنا لكم. الاخوان اليوم غادي نشوفوا مصري حلمه تقبيل يد الملك محمد السادس نصره الله، يد صاحب الجلالة. علاش؟ لانه شوف شي حوايج قال اليوم راه لا حول ولا قوة الا بالله. ديك المغرب راه عالم اخر. راه كنقول لكم انا دائما راه الواحد يجي من تونس، من مصر، من ليبيا، من الجزائر، هادو كاع راه الاغلبيه فيهم عندهم الغاز والبترول. ديك ليبيا والجزائر عندهم البترول، لكن اللي كيطلعوا للمغرب كيقولوا اش هادش. اجي نشوفوا لي فيديو بعدا اللي صيفطونا، عاد ندوزوا لذاك المصري ونشوفوا اش قال. اذا اقول ان كنت لا تستطيع ان ترفع الظلم فعلى الاقل اوصل او كتقرا في التليفون صحفيه كرغوليه بين الكراغله، اوصل كلمتك و اوصل كلمتك الى العالم كله. كونوا دائما داعما للقضيه الفلسطينيه، ظالم سيكون مع فلسطين ظالمه او مظلومه. كما قلت هذيك الجمله ديالكم الكراغله، الشعب الفلسطيني ودفاعه عن ارضه ومقدساته. مقدساته. وانت صحفيه وانا كنصلح لك الكلمة الخاطئة، المقدسات، وكترعدي مالك مرعودة، مالك مرعودة. خذي نفس وغضري بشوية عليك، راه ماشي لايف، راه كيما طلع الكراغلة ما كيطلعوش لايف حيت المخير فيهم كيخطا. بشوية عليك تتصوري الفيديو لك على عالتك. ستقول كلمتها غدا وسيشهد العالم أن الجزائر دائما مع فلسطين. ظالمة مظلومة، بقى خلاوهاش تقولها ظالمة مظلومة. ندوزو لفيديو آخر. راكم تتخيلوا 20 يوم ما كاش الماء؟ 20 يوم ما كاش الماء وساكتين وصابرين 20 يوم بلا. البوريين هادو عرفتي علاش كنقولوا البور؟ كنقولوا هادي الحيوانات. علاش كنقولوا الأغلبية؟ كيقول لكم الشبوري جرانا بورية كذا، يعني عايشة في الجبال ما كتشربش الماء بزاف، ما كتلقاش الماء وكتصبر، كتصبر حتى كتلقى الماء وتشرب وتمشي عاود مدة صبرت. كرغولي بوري كيعيش بلا ماء. مويدمي شهرين ونص. شهرين ونص. شهرين ونص. يا حسرة. قال 20 يوم، قال لي الآخر شهرين ونص. شحال 72 يوم. فاتوا البور هذا تما شهرين ونص. شهرين ونص الماء ما كاش. الماء ما كاش. هم يشرو برك، يشرو هم يشرو. صح، هادي تاع يشرو فهمني فيها بابا. شنو فهمك حبيبي؟ قلت لك هذا سيتي كاع ينجم يدوري الى برون فوتو. لا لا دوك انا نصور عليا باك بروبليم. فين يبقى عندهم الماء نهار بنهار ولا نهار حتى يومين. هادو ما تسمى لي باتيمون هادو كاع سوار 5 ايطاج. نهار بنهار. نهار بنهار ولا خطرة في يومين. ولا خطرة في يومين. حنا كنا معاهم كيف كيف. هاد تسمى هاد السيكتور هذا. قال كانوا هنا خطره في نهار كيجيهم الماء ولا في يومين، مره في يومين كاع. ومن بعد عندها دوم ويدمي درك. حنا لي تور، شوف حبيبي لي تور عندنا دوم ويدمي ما كاش الماء. درنا دي موتور، حنا هنا كوتيزي بدراهمنا. درنا دي موتور سانا با مارشي. رحنا كاع لي ريسبونسابل تاع هذا راديو وجاستيم هذا شي دي ريسبونسابل هنا. لا حول ولا قوه. وخص فلسطين تضامن معكم الاخوان. ايها الكراغله، خص فلسطين تضامن معكم. الماء والو، الماء ما كاش، السميد ما كاش، حليب ما كاش، الكرامه ما كاش، النفس ما كاش. دوزوا الفيديو اخر. نطلبوا من الرئيس تبوني يجيب لنا غير طياره ويركبنا ورانا مجاهدين ان شاء الله معاهم. وراكم مجاهدين ملي عايشين بلا ما، راكم مجاهدين. يصبروا هكاك، زيدوا صبروا هكاك. لو كان نساهموا غير في في في, 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 في الاسعافات الاوليه، في نوكلوهم نطيبوا ليهم، المهم نساعدوهم، رانا معاهم. يلا الشعب ما لقاش الماء، قال لك باغي يمشي جا. ودي تشاهدوا غير فريوسكم، شاهدوا فريوسكم، راه ولادكم خليتوهم بلا ماء بلا سميد بلا حليب، وكتفكر ليا في فلسطين. وي حنا مع القضيه الفلسطينيه، ولكن الاولى الواحد ما لقاش الماء ما كنلقى ما يشرب اصاحبي. واش واحد ما لقى ما يشرب عاد كيفكر فكر بعدا رجل الامور ديالك الداخليه. دمرناها تدميرا، سئلت عائشه رضي الله خاوتنا ولكن اصح الجواب. هذا عاود كيهضر على الزلزال، سمع اش قال لنا على الزلزال. نقول معشر المسلمين والمسلمات يا اخوه الدين والاسلام والعقيده. كيبدا هذا باب الدين باش شوف اللي بداها لك بيا عارف راه بغى ينصب عليك ولا بغى يضحك عليك ولا بغى يستفزك ولا بغى انه يتيري فيك.
يا حملة هذا الدين العظيم، هذا الزلزال الذي ضرب المغرب هو غضب من الله. يلا سمعتي قالك غضب الله، هذوك البلايص اللي ضرب الزلزال اوجه الفكرون يا وجه القدم، هذوك راه حافظين القران اللي ما حافظش انت ولا ولادك ولا حفادك ولا جدودك ولا التريكه ديالك. غضب الله، ونكرت عدة فيديوهات، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها، قيل يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث إلى قوله تعالى. وهذا المغرب يعني كان شرك بالله ومع سمعش كيقول علينا معروف أغادير باللواء والسجود أغادير جود يعني لغير الله. هذا صفتين الكبرانات، هذا غضب من الله. والذبح مولاي شرك بالله، على هناك الفسق شرك بالله، الخرافات اللواء الفسق ماش كيقول علينا البدع الخرافات وكفر بالله عز وجل. ربي غاضب علينا، لازم الرجوع الى يلا هالمناطق اللي ضرب الزلزال. هالجواب ديالو سمع سبق اللي جاوب غنعطيه هديه. يلا مستعدين؟ يلا، في اي سوره توجد الايه الله نور السماوات والارض؟ كل شيء عارف، كل شيء حافظ. يا ايها الكرغولي استفدى دراري الصغار، نور، كل شيء عارف الصوره. نور نور سمت كل شيء. يلا، في اي سوره توجد الايه الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. الرعد. حسن جدا. هديه. نجيبوا الشيوخ ديالكم ما يجاوبوش على هذه الاسئله. هديه. هديه تريسا تقمات ديا ولا تقا كالكتاب؟ الكتاب. الكتاب. شوف صاحبي، شوف فين عايش، راه ماشي يعني من الطبقه الفقيره. قال ليه دابا راك ربحتي، بغيتيها كتاب ولا ماديه زعما شي حاجه؟ قال ليه كتاب. استفدت ما زال كيعطوك دروس ايها الكرغولي. هنيئا لك، هل كظنك؟ كتاب الله، القران الكريم. دروس كيتعطيكم الكراغلي ما كتستافدوش، الكراغلي ما كتستافدوش. ندوزو لفيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شعب الجزائر، اليوم راني مصدومة صدمة عمري، رغم أنني أعلم علم اليقين باللي راهي مؤامرة جد كبيرة على ضحية فساد ومبلغة عنه. أنا شواطر عبدالي مبلغ على الفساد في مدينة سكيكدة، من المفروض أحمى وأكرم. اليوم البارح راني رحت عند القائد تاع الدرك الوطني الجديد، وهدرت معاه وشكيت له وتوسلت له وقلت له لازم نخدموا البلاد وراهم ما يحبوش يسمعوني، وعيطت لفصيلة البحث والتحري وقال لهم اسمعوها. اليوم راني جيت باه يسمعوني على الفساد، من المفروض اسمع؟ رفضوا سماعي بحجة انها تعليمات وان القضايا نتاعي على مستوى العدالة، هذا غير صحيح. انت بغيتي تبلغي على الفساد للفاسدين. لا حياة لمن تنادى. يا شعب برطاجي ورحم والديكم، خليوها قضية دولية، خليوها قضية. الخصم ديالك هو القاضي انت، ما عندك ما تصوري. صافي ندوزو لفيديو اخر. سفينة صهيونية رفضت مصر تحملها بالغاز، وين توجهت يا اخوان ديالكم؟ توجهت الى الجزائر. انت سفينة اسرائيلية مصر ما بغاتش تعطيها الغاز، مشات للجزائر خدات الغاز. اين انتم يا كراغي؟ اشتقنا لكم. يلا جاوبوا المجتهدين. هل من المعقول انها الجزائر تزود هذه السفينه بالغاز؟ راه زودتهم بمحاربين، بالناس مشاو كيحاربوا معاهم، وتعيدها الى عدونا الكيان الصهيوني. انت كتشوف الشريف. ندوزوا الفيديو اخر. احترامي ليك سيدنا، احترامي ليك. هذا مصري، اسمع اش قال. اسمع
لو انا شايفك دلوقتي يا جلاله الملك اقسم بالله هبوس ايدك. الناس هتقول لي ايه ده، هو انت من الناس اللي بتبوس الايد؟ يا حبيبي، اللي بنبوس الايد ده احترام وتقدير. اسمع اسمعش غادي يقول اسمع، وده جزء من ثقافه دوله المغرب. ليه اقول لك على حاجه؟ مراتي كان جات مصر، مراته مغربيه مشات لمصر وقابلت والدي الله يرحمه، وتلاقات مع ولده مع الوالد ديالو. انا كنترجم لكم كلمه كيفهمش المصريه. الوالد ديالو الله يرحمه، اول مره في المطار اول ما شافته مش سلمت عليه عادي، لا سلمت له بس ايديه، بس ايديه ما فهم والو المصري داك الباين هذا. حتى والدي استغرب، قلت له هما بابا كده ثقافتهم في الثقافه في المغرب كده احترام اولي الامر، احترام الناس الكبار، كان احترام اولي الامر كما كيقول، وكيحترام لاي واحد كبير عليك في لاج. راجل كبير كبوس له يدي عادي. قالت الملك انت اولي الامر ديالنا، سواء احنا مصريين او احنا مغاربه. انا مش بقلل من قيمه مصر، مش بقلل من قيمه بلدي على فكره خالص، لكن ده احترام لدوله عريقه وشقيقه. فهمتوا دابا الكراغ البوسان ديال الدين كيفاش؟ فهمتوا ولا مازال ما فهمتوش؟ انتم دابا فاهمين غير كديروا راسكم. لا حول ولا قوه الا بالله. اخوان وصلنا اخر هذا الفيديو، تحياتي لكم. ديما مغرب ولا عزاء للكراغيله. السلام عليكم.